جميع الأهداف التي رسمتها لنفسها، بالرغم من أن المرأة سجلت حضورا مميزا في مسيرة البناء والتغيير. فارس الماجد والتفاصيل. بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، عبر عدد من النساء القياديات من محافظة كركوك عن إصرار المرأة بمطالبتها للتمثيل الحقيقي ومنح الحقوق في ظل الديمقراطية الحرة التي ينشدها المجتمع العراقي بعد التغيير. يعني أنا أعتقد أنه يوم المرأة العراقية ليس عيد بقدر ما هو يوم نقف فيه على ما وصلت إليه المرأة من حركة تحررية في العالم، في العراق، حتى في مدينة كركوك. ماذا أنجزنا؟ هناك إنجازات، هناك نضال سابق وصل إلى اليوم نفتخر به ونذكره في كل مناسبة سنوية، ولكن أيضا يجب أن نقف أين نحن من وضع المرأة في المجالات العديدة، وأين موقع قدم المرأة خاصة في العراق في العملية السياسية. أنا أعتقد لولا الكوتا في الدستور لما صعدت نساء بهذا الحجم إلى البرلمان العراقي، لكن نعم هناك نسبة جيدة، هناك 82 امرأة بالبرلمان، لكنها حاضرة في اللجان، تناقش، موجودة في الجلسات، لكنها لحد الآن مستبعدة عن القرار السياسي. المرأة لا تجلس في الصف الأول لأنها ليست قيادة كتل. يجب أن نغير هاي العقلية أن المرأة لا يكون حضورها كوتا وتمثيلي، بما أنها أكثر فعالية، واللي يشهدون مراقبين السياسيين ومراقبي البرلمان أنها أكثر فعالية في اللجان من الرجل، وأيضا مداخلاتها إن لم تزيد لا تقل عن مداخلات الرجال داخل البرلمان من مداخلات النواب. فلماذا تكون غائبة عن قيادة الأحزاب السياسية وعن قيادة الكتل السياسية؟ ولماذا بعد كل هذه السنوات من التغيير لم تصعد مرأة إلى المناصب السيادية؟ المرأة قطعت شوطا متميزا في مسيرة البناء والتغيير، وهي اليوم تشغل مناصب قيادية في مختلف الميادين، ولكنها تتعرض للتحجيم في مواقف مختلفة. بالرغم من وجود المرأة في بعض مواقع القرار أو السياسة، لكنها لا تزال لم تصل إلى المستوى الذي يطمحها أو المرغوب به. نحن نرى في المكاتب السياسية الأحزاب بشكل عام، للأحزاب السياسية لا توجد هناك منطقة أو حيز معين للمرأة بما فيه الكفاية. في الوفود المفاوضة عندما نرى الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أو حتى بين الأحزاب السياسية، لا نرى وجود المرأة في مجالس المفاوضات. وأحيانا نتخوف من موضوع واحد، هناك نساء يتعاملن كالرجل مع الأمور السياسية بدل الدفاع عن موضوع المرأة، بالذات ما نراه حاليا في القانون الجعفري الذي يحاول حتى بعض النساء التشبث بهذا المنطق. لذا نحن نرى هناك لا يزال غياب لدور المرأة في مواقف صنع القرار. بمناسبة يوم المرأة العالمي أحيي وأهنئ جميع النساء في العراق وخاصة في كردستان ومدينة كركوك، وأتمنى لهم النضال والتواصل المستمر من أجل تحقيق كافة مطالبنا كنساء عراقيات. والأهم من هذا، أنا في وجهة نظري هنالك الكثير من المعوقات التي تقف في طريقنا كنساء في أن نمارس العملية السياسية. 8 مارس هو تكريم حقيقي للمرأة التي خاضت تجارب صعبة جدا لتقف في الصفوف الأمامية وهي تحقق التمثيل الصحيح في بناء المجتمع. فارس الماجد، فضائية كركوك. في موضوع آخر، استقبل شيركو ميرويس مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني وفدا